السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الرئيسية، إليكم أبرز عناوينها. جلالة الملك يعين ولاة وعمالا جدد بالإدارتين الترابية والمركزية لوزارة الداخلية والعامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء. جلالة الملك يستقبل بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية يعزز التربية على المواطنة في صفوف الشباب من أجل إذكاء روح الوطنية في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات. بعد قضاء عطلة عيد الأضحى عودة المسافرين عبر مختلف المحاور الطرقية وتنظيم التنقلات على الطريق السيار يجنب الازدحام بمحطات الأداء. ويحضر معنا ضيفا على هذه النشرة سيد محمد زين العابدين الحسيني الباحث في تاريخ المغرب. سيد محمد زين الدين، أهلا بك. شكرا، شكرا على هذه الاستضافة. بالقصر الملكي بالرباط عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم ولاة وعمالا جددا بالإدارتين الترابية والمركزية لوزارة الداخلية وكذا العامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء. التفاصيل. نعم سيدي، عزك الله. يعين سيدنا نصره الله الولاة والعمال بالإدارتين الترابية والمركزية وكذا العامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي والعامل مدير وكالة الحضرية للدار البيضاء. الولاة بالإدارة الترابية السيد كريم قصي الحلو والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قلبك سيدي، الله يصلح فرد قلبك سيدي. السيد عبد السلام بكرات والي جهة بني ملال الخنيفرة وعامل إقليم بني بلال. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قلبك سيدي، الله يصلح ورد على قلبك سيدي. الولاة بالإدارة المركزية السيد محمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الله يعاون قلب سيدي، الله يصلح ورد على قلب سيدي. السيد جلول صمصم والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قلب سيدي، الله يصلح ورد على قلب سيدي. العمال بالإدارة الترابية السيد عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم مرززات. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قلبك سيدي، الله يصلح ورد على قلبك سيدي. السيد مصطفى المعزة عامل إقليم تازة. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قلبك سيدي، الله يصلح ورد على قلب سيدي. السيد سمير اليزيدي عامل إقليم بن سليمان. الله يبارك عمر سيدي، الله يعاون قلب سيدي، الله يصلح ورد على قلب سيدي. السيد عبد الحميد الشنوري عامل إقليم خريبقة. الله يبارك عمر سيدي،
ضايع قلب سيدي. الله يا صاحب مرضع القلب سيدي. السيد حسن خليل عامل إقليم بتزنيت. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد اسماعيل ابو الحقوق عامل عمالة انزقان ايت ملول. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد حسن بقوتة عامل اقليم سيدي بالنور. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد هشام السماحي عامل اقليم قلعة سراغنة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد صالح دحا عامل اقليم تاونات. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد حسن صدقي عامل اقليم سيدي يفني. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. ما يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد رشيد عفيرات عامل عمل مقاطعة دار البيضاء أنفر. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد جمال مختطار عامل عمل مقاطعة مولاي رشيد. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. ما يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد فؤاد حجي عامل اقليم زاكورة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد مهدي شلابي عامل اقليم وزان. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد زين العابدين الزهر عامل اقليم الحجب. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد ياسين جاري عامل عمالة مضيق في نيدق. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد يوسف دريس عامل عمالة صخيرة تمارة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد عادل المالكي عامل اقليم الصويره. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد محمد حميم عامل اقليم طرفايا. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد بوعبيد القراب عامل اقليم شيشاوة. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ورد عن قلب سيدي. السيد يوسف خير عامل اقليم الصزاق. الله
يبارك عمرك سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك ويرجع قلبك سيدي. السيد محمد عالمي ودان عامل اقليم شفشاون. الله يبارك عمرك سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك ويرجع قلبك سيدي. السيد صلاح الدين أمل عامل إقليم طاطا. الله يبارك عمرك سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك ويرجع قلبك سيدي. السيد عمر فلال العامل المكلف بالشؤون العامة بعمالة الدار البيضاء. الله يبارك عمرك سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك ويرجع قلبك سيدي. العمال بالإدارة المركزية السيد يونس القاسمي عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. الله يبارك عمرك سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك ويرجع قلبك سيدي. السيد محمد سمير خمليشي عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. الله يبارك عمرك سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك ويرجع قلبك سيدي. السيد عبد المجيد الكاميلي عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. الله يبارك عمرك سيدي. قلب سيدي. الله يصلحك ويرجع قلب سيدي. السيد بروى العروسي العامل مدير الشؤون العامة بوزارة الداخلية. الله يبارك عمرك سيدي. الله يعاون قلب سيدي. الله يصلحك ويرجع قلبك سيدي. السيد عبد الله نصيف عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. الله يبارك عمرك سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك ويرجع قلبك سيدي. السيد جمال شعراني عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. الله يبارك عمرك سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك ويرجع قلبك سيدي. العامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي السيد عمر الحلو. الله يبارك عمرك سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك ويرجع قلبك سيدي. العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء السيد توفيق بن علي. الله يبارك عمرك سيدي. الله يعاون قلبك سيدي. الله يصلحك ويرجع قلبك سيدي. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أن أكون مخلصا. أن أكون مخلصا. لديني. ولملكي. ولملكي. ولوطني. ولوطني. وأن أؤدي مهمتي. وأن أؤدي مهمتي. بصدق وأمانة. بصدق وأمانة. ونتابع اللحظة تصريحات عدد من الولاة والعمال الجدد. بكل افتخار وشعور بالمسؤولية لقد حظيت بشرف التعيين من طرف صاحب الجلالة نصره الله وأيده وليا لجهة مراكش آسفي عاملا لعمالة مراكش. ولا يخفى عليكم الدور المحوري لمؤسسة الوالي من أجل التنزيل الأمثل لسياسات الدولة وخص بالذكر السياسة التعليمات والتوجيهات المولوية التي جاءت في الخطاب العرش الأخير والتي تخص التمركز والمصالح اللامركزة
للدولة والتنمية المجالية والقطاعية وأهميتها في الدفع بالاستثمارات في كل جهة. كما كيعلم الجميع فالاهتمامات ديال سيدنا الله ينصرو منذ يعني الاعتلاء ديالو على العرش ديال العرش المجيد فكان دائما الاهتمامات ديالو هي الحماية الاجتماعية، واليوم كذلك فالاهتمامات بغى سيدنا باش يرقي هذه الاهتمامات إلى مبادرات من جيل جديد، لا فيما يخص الأجيال الصاعدة لا فيما يخص جيل جديد من الأنشطة المدرة للدخل، لا فيما يخص مصاحبة التدريس، لا فيما يخص الحماية الصحية، وهذا الشيء كله بغى سيدنا باش إن شاء الله هاد باش تكون فعلا تكون واحد الحماية ديال جميع المغاربة، ولا سيما كاين اليوم كما تبعنا كلنا فالحمد لله كاين الجهوية المتقدمة. هاد التعيين الملكي المولوي السامي هو بمثابة تكليف للمصالح المركزية لوزارة الداخلية باش تشتغل أكثر على عدة أوراش. هاد الأوراش اللي جات في الخطاب المولوي السامي اللي تتهم أولا الورش ديال الإصلاح تاع المراكز والاستثمار باش تكون بالفعل أداة وقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثانيا ورش لا تركيز الإداري اللي بموجب هذا الإصلاح سوف يمكن من تفويض عدة صلاحيات من ما هو ممركز إلى المستوى الجهوي، بعيد تعتبر أن الجهة هي المحور الأساسي لبلورة هذه السياسة الجديدة، وهذا كله غادي يساهم أولا في تفعيل اللاجهوية المتقدمة باش يمكن الجهات تحدث وتخلق عدد أكبر المناصب الشغل ولا سيما الأجيال الشابة. وهذا الشريف هو قبل كل شيء تكليف كذلك لأجل القيام في أرض الواقع على تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش الكبرى لأمر بها سيدنا الله ينصره، وعلى الخصوص فيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية وبالجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتشجيع الاستثمار وبإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكذا في كل ما يتعلق بإصلاح الإدارة والحكمة الترابية على مستوى التركيز الإداري. وقد حضر هذا الاستقبال الملكي الخاص بتعيين الولاة والعمال الجدد وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت والوزير المنتدب في الداخلية السيد نور الدين بوطيب والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. وبالقصر الملكي بالرباط دائما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. التفاصيل. بالقصر الملكي بالرباط استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بالسادة في الجمهوري الإسلامي الموريتانية وطيبرت عمر سيدي السيد محمد لامين أبو الشيخ الحضرامي الشيخ محمد فاضل سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية. السيد جون ماري مويل سفير جمهورية الكونغو سفير جمهورية اللبنانية الله يبارك عمر سيدي السيد زياد عطالله سفير الجمهورية اللبنانية سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الله يبارك عمر سيدي السيد علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة. سفير الجمهورية التونسية الله يبارك عمر سيدي. السيد محمد بن عياد. سفير الجمهورية التونسية. سفير الجمهورية الدومينيك الله يبارك عمر سيدي. السيدة غريسيا فيوردا ليسيا دوكان سفيرة جمهورية الدومينيكان. سفير فيدرالية روسيا الله يبارك عمر سيدي. السيد فاليريان فلاديميريفيتش شوفاييف سفير فيدرالية روسيا. سفير جمهورية كوريا الله يبارك عمر سيدي. السيد سيونغ ديوك يون سفير جمهورية كوريا. سفير جمهورية السنغال الله يبارك عمر سيدي. السيد إبراهيم الخليل سيك سفير جمهورية السنغال. وقد حضر استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. وفيما يلي نبذ خاص عن عدد من الولاة والعمال الجدد الذين عينهم جلالة الملك اليوم. السيد كريم قصي لحلوة لجهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية العليا للميكانيك والميكروتكنيك ببوزونسون بفرنسا. بدأ السيد كريم قصي لحلو مساره المهني كمهندس دولة بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن سنة 95-900 قبل أن يعين بتاريخ 28 ماي 2002 مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة درعا. عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد عاملا على أقليم إفران ثم عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية حيث كلف بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة ابتداء من شهر نوفمبر من سنة 2010. فعينه جلالته حفظه الله عاملا على عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا بتاريخ 10 ماي 2012 ثم عاملا مديرا للشؤون العامة بوزارة الداخلية بتاريخ 6 فبراير 2016 فوالي على جهة مراكش آسفي وعاملا على عمالة مراكش ابتداء من تاريخ 20 غش 2018. السيد عبد السلام بكرات والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل أقليم بني ملال حاصل على الدكتوراه في القانون العام وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية
عين بعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 92-900 في مهام رئيس دائرة بعمالة فاس الجديد دار دبيبغ، قبل أن تتم ترقيته إلى مهام كاتب عام لعمالة مراكش المنارة في فاتح فبراير 2001. عن حظي السيد عبد السلام بكريات بالثقة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعينه عاملا على إقليم الصويرة بتاريخ 11 دجنبر 2002، ثم عاملا على إقليم ورزازات بتاريخ 22 يناير 2009، فعاملا على عمالة سلا بتاريخ 10 ماي 2012. وبتاريخ 20 يناير 2014 حظي السيد عبد السلام بكرات مجددا بالثقة الملكية السامية، حيث عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واليا على جهة مراكش تنسيفة الحوز وعاملا على عمالة مراكش، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية تاريخ 13 أكتوبر 2015. كما أسندت إلى السيد عبد السلام بكرات مهام الإشراف على خلية التتبع بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ثم كلف بقطب اللوجستيك والأمن باللجنة المشرفة على تنظيم قمة المناخ كوب 22، قبل أن يعين واليا ملحقا بالإدارة المركزية ابتداء من تاريخ 15 يوليو 2017. وبتاريخ 20 غشت 2018 حظي السيد عبد السلام بكرات مجددا بالثقة الملكية السامية، حيث عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده واليا على جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال. والسيد عبد السلام بكرات حاصل على وسام العرش من درجة فارس سنة 2007. السيد عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات خريج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، حاصل على دبلوم مهندس فلاحي ودبلوم سلك تكوين مفتشي الإدارة الترابية ودبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات. بدأ السيد عبد الرزاق المنصوري مساره المهني كمهندس فلاحي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي دكالة سنة 92-900 قبل أن يلتحق بسلك مفتشي الإدارة الترابية لوزارة الداخلية بتاريخ 28 يونيو من سنة 1994. وفي سنة 2001 عين السيد عبد الرزاق المنصوري كاتبا عاما لإقليم العرائش، ثم انتقل بنفس الصفة إلى إقليم بركان بتاريخ 16 شتنبر 2008، قبل أن يعين في منصب كاتب عام لإقليم القنيطرة بتاريخ 14 أكتوبر 2012، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي بالثقة الغالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث عينه جلالته في 29 يناير 2015 عاملا على إقليم تنغير. كما شغل السيد عبد الرزاق المنصوري مهام مدير الدراسات بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالنيابة ابتداء من تاريخ 21 مارس 2016، ثم مهام عامل إقليم ورزازات بالنيابة ابتداء من تاريخ 12 غشت 2017. وبتاريخ 20 غشت 2018 حظي السيد عبد الرزاق المنصوري مجددا بالثقة الملكية السامية، حيث عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عاملا على إقليم ورزازات. السيد فؤاد حجي عامل إقليم زاغورة، وهو خريج المدرسة المحمدية للمهندسين. بدأ السيد فؤاد حجي مساره المهني سنة 92-900 كمهندس بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، والتي تقلد بها عدة مسؤوليات إلى غاية سنة 2005 تاريخ تعيينه مديرا عاما للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة. وقد عين السيد فؤاد حجي سنة 2014 مديرا عاما للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة، وهي المهام التي ظل يزاولها إلى أن حظي بالثقة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث عينه عاملا على إقليم زاغورة بتاريخ 20 غشت 2018. السيد مصطفى المعزة عامل إقليم تازة، ولد السيد مصطفى المعزة سنة 69-900 بسطات، وهو حاصل على الإجازة في اللغة الفرنسية وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية. بعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية عين سنة 96-900 قائدا بإقليم تطوان، ثم رقي سنة 2003 إلى مهام رئيس دائرة
رئيس قسم الشؤون الداخلية لإقليم العيون ليعين سنة 2004 باشا العيون، ثم رئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بإقليم العرائش سنة 2006 قبل أن تتم ترقيته كاتبا عاما لإقليم سيدي سليمان في 27 ماي 2010. في 10 ماي 2012 حظي السيد مصطفى المعزة بالثقة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث عينه جلالته عاملا على إقليم بن سليمان، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه جلالته عاملا على إقليم تازة ابتداء من تاريخ 20 غشت 2018. السيد مهدي شلبي عامل إقليم وزان، خريج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في البيولوجيا والصحة من جامعة القاضي عياد بمراكش. بدأ السيد مهدي شلبي مساره المهني سنة 1994 بالإدارة المكلفة بالبيئة والتي تقلد بها مهام رئيس مصلحة من سنة 2000 إلى سنة 2002، ثم مهام رئيس قسم سنة 2003 قبل أن يتولى مهام مدير المراقبة والوقاية من المخاطر سنة 2010، ثم مهام مدير البرامج والإنجازات بكتابة الدولة المكلفة بالبيئة المستدامة سنة 2005، وهي المهام التي ظل يزاولها إلى أن حظي بالثقة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي عينه عاملا على إقليم وزان بتاريخ 20 غشت 2018. السيد سمير اليزيدي عامل إقليم بن سليمان، حاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط. بدأ السيد سمير اليزيدي مساره المهني سنة 86-900 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وقد تولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية، ثم لدى الوزير الأول سنة 94-900. وقد حظي السيد سمير اليزيدي بثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث عينه جلالته عاملا على إقليم تزنيت بالتاريخ 10 ماي 2012، وهي المهمة التي ظل يزاولها إلى أن حظي مجددا بثقة المولوية السامية، حيث عينه عاملا على إقليم بن سليمان بالتاريخ 20 غشت 2018. السيد حميد شنوري عامل إقليم خريبقة، ولد السيد حميد شنوري بتاريخ 26 يناير 1960 بالدار البيضاء، وهو حاصل على الإجازة في القانون الخاص وعلى شهادة الدراسات العليا في القانون المدني، وهو خريج المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. استهل السيد حميد شنوري مساره الإداري كرئيس أمن في كل من إنزقان وأقادير، ثم عين سنة 2009 في مهام والي أمن تطوان، ثم في مهام مدير الاستعلامات العامة سنة 2011، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي بالثقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث عينه جلالته بتاريخ 10 ماي 2012 عاملا على عمالة إنزقان أيت ملول، ثم عاملا على إقليم خريبقة بتاريخ 20 غشت 2018. والسيد حميد شنوري حاصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، متزوج وأب لابنين. السيد زين العابدين الزهر عامل إقليم الحاجب، ولد السيد زين العابدين الزهر بتاريخ 29 دجنبر سنة 61-900 بآزلال، وهو خريج سلك مفتشي الإدارة الترابية بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، وحاصل على شهادة الماستر في التدقيق والحكامة. استهل السيد زين العابدين الزهر مساره المهني سنة 87-900 كأستاذ للسلك الثاني، قبل أن يزاول مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية ابتداء من سنة 93-900. ولقد ولج إلى أسلاك وزارة الداخلية سنة 97-900 كمفتش للإدارة الترابية، ثم عين سنة 2003 رئيسا لقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة الدار البيضاء، ثم مسؤولا ابتداء من سنة 2005 عن القطب الاجتماعي وعن التنسيقية الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنفس العمالة. وبتاريخ 25 فبراير 2015 عين السيد زين العابدين الزهر كاتبا عاما لعمالة الدار البيضاء، وهي المهام التي ظل يزاولها إلى أن حظي بالثقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي عينه بتاريخ 20 غشت 2018 عاملا على إقليم الحاجب. والسيد زين العابدين الزهر متزوج وله 3 أبناء.
السيد ياسين جاري عامل عمالة المضيق الفنيدق. ولد السيد ياسين جاري سنة 75-900 بالدار البيضاء وخريج المدرسة المحمدية للمهندسين سنة 97-900 وخريج سلك مفتشية الإدارة الترابية لوزارة الداخلية سنة 2007. بدأ السيد ياسين جاري مساره الإداري بوزارة الداخلية سنة 2007 بصفته مفتشا للإدارة الترابية قبل أن يتولى مهام رئيس قسم بمديرية الشؤون القروية سنة 2011. وبتاريخ 8 أكتوبر 2013 عين السيد ياسين جاري كاتبا عاما لعمالة الرباط، وهي المهام التي ظل يزاولها إلى أن حظي بالثقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث عينه بتاريخ 20 غشت 2018 عاملا على عمالة المضيق الفنيدق. والسيد ياسين جاري متزوج وأب لثلاثة أبناء. السيد يوسف الضريس عامل عمالة صخيرات تمارع. ولد السيد يوسف الضريس في 31 أكتوبر من سنة 68-900 بولاد عبو بإقليم سطات، وهو مهندس دولة في التوبوغرافيا وخريج سلك مفتشية الإدارة الترابية لوزارة الداخلية. بدأ السيد يوسف الضريس مساره المهني بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي قبل أن يلتحق بسلك مفتشية الإدارة الترابية سنة 97-900، وقد شغل سنة 2003 مهام رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات المحلية، ثم منصب رئيس قطب بولاية الدار البيضاء في غشت 2007 قبل أن يعين سنة 2008 مديرا لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء المواصلات. وبتاريخ 20 غشت 2018 حظي السيد يوسف الضريس بالثقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعينه عاملا على عمالة صخيرات تمارا. السيد إسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إنزقان أيت ملول. ولد السيد إسماعيل أبو الحقوق سنة 1964 بقلميم، وهو حاصل على الإجازة في القانون الخاص. التحق السيد إسماعيل أبو الحقوق بعد أن قضى فترة الخدمة المدنية بالمعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1990. بعد تخرجه تم تعيينه سنة 1992 في منصب قائد بالكتابة العامة لعمالة أكادير، ثم في منصب قائد رئيس قسم الشؤون الداخلية بكل من عمالة إنزقان أيت ملول سنة 1994 وعمالة مولارشيد سيدي عثمان سنة 2001 وعمالة مقاطعات مولارشيد سنة 2003، قبل أن تتم ترقيته سنة 2004 إلى منصب رئيس دائرة رئيس لقسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق، وبعد ذلك إلى منصب كاتب عام لإقليم جرادة سنة 2011، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي بثقة الملكية السامية، حيث عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عاملا على إقليم شفشاون بتاريخ 20 يناير 2014. وفي 20 غشت 2018 حظي السيد إسماعيل أبو الحقوق مجددا بثقة المولوية، حيث عينه عاملا على عمالة إنزقان أيت ملول. والسيد إسماعيل أبو الحقوق متزوج وله ابن. السيد حسن خليل عامل إقليم تيزنيت. ولد السيد حسن خليل سنة 1957 بإقليم برشيد، وهو حاصل على الإجازة في العلوم السياسية وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية. عين السيد حسن خليل بعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1983 قائدا رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بإقليم تالودانت، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب رئيس دائرة رئيس قسم الشؤون الداخلية بنفس الإقليم سنة 1994، ثم إلى منصب كاتب عام بكل من إقليم تيزنيت سنة 2001 ووادي الدهب سنة 2007 وعمالة فاس سنة 2010 وإقليم قلميم سنة 2012، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي بثقة الغالية لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي عينه بتاريخ 20 يناير 2014 عاملا على إقليم طاطا، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي مجددا بثقة الملكية الغالية، حيث عينه جلالته عاملا على إقليم تيزنيت بتاريخ 20 غشت 2018. والسيد حسن خليل حاصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة سنة 2014، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء. السيد عادل المالكي عامل إقليم الصويرة. السيد عادل المالكي خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، وقد استهل مساره المهني بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 1993، حيث تقلد به عدة مهام كمهندس للصناعات الكيماوية ورئيس مصلحة السجل المركزي للتجارة.
وخلال الفترة الممتدة ما بين مارس 1998 وأكتوبر 2000 شغل السيد عادل المالكي منصب رئيس قسم الدراسات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، وفي سنة 2000 تم تعيينه في مهام رئيس قسم المعلومات والاتصال، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عين سنة 2008 مديرا عاما للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد حظي السيد عادل المالكي بثقة الملكية السامية حيث عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عاملا على إقليم الصويرة بتاريخ 20 غشت 2018. السيد محمد حميم عامل إقليم طرفاية. ولد السيد محمد حميم في 7 مارس 1965 بالراشدية، وهو حاصل على الإجازة في الآداب وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية. عين السيد محمد حميم بعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1994 قائدا بإقليم القنيطرة، قبل أن تتم ترقيته سنة 2004 إلى مهام رئيس دائرة بإقليم العيون، ليعين بعد ذلك في مهام رئيس منطقة حضرية بكل من عمالة مقاطعات سيدي البرنوسي سنة 2006 وعمالة مراكش سنة 2011. وبتاريخ 29 شتنبر 2013 رقي السيد محمد حميم إلى مهام كاتب عام لإقليم سمارة، وهي المهام التي ظل يزاولها إلى أن حظي بثقة الغالية لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي عينه بتاريخ 20 غشت 2018 عاملا على إقليم طرفاية. والسيد محمد حميم متزوج وله 3 أبناء. السيد الحسن بوكوثة عامل إقليم سيدي بنور. ولد السيد الحسن بوكوثة سنة 1957 بالفقي بن صالح، وهو حاصل على دبلوم مهندس في الكهرباء من مدرسة بوليتكنيك بلياج ببلجيكا سنة 1983، وعلى دبلوم الدراسات المعمقة في الإلكتروتكنيك بجامعة ليل بفرنسا سنة 1984. عمل السيد الحسن بوكوثة كأستاذ بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس سنة 1986، كما شغل ما بين 1986 و1990 منصب رئيس مصلحة الاستغلال والأشغال بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، ورئيس مصلحة التجهيز والإنارة العمومية بين سنتي 1990 و2000، ثم رئيس لقسم الكهرباء بالمؤسسة ذاتها بين سنتي 2000 و2002. تولى السيد الحسن بوكوثة من سنة 2002 إلى سنة 2006 منصب مدير الشركة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتدبير شبكة التطهير السائل بالجديدة، كما عين سنة 2009 مديرا عاما للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتدبير شبكة التطهير السائل بمدينة القنيطرة. وقد حظي السيد الحسن بوكوثة بثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعينه عاملا مديرا للوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية بتاريخ 20 يناير 2014، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي مجددا بثقة الملكية الغالية حيث عينه جلالته عاملا على إقليم سيدي بنور بتاريخ 20 غشت 2018. والسيد الحسن بوكوثة حاصل على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة سنة 2016، وهو متزوج وأب ل4 أبناء. السيد بوعبيد القراب عامل إقليم شيشاوة. ولد السيد بوعبيد القراب سنة 1966 بالجديدة، وهو حاصل على الإجازة في القانون العام وشهادة الدراسات العليا، وهو خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة. عين السيد بوعبيد القراب بعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1995 قائدا بإقليم العيون، قبل أن تتم ترقيته سنة 2001 إلى منصب رئيس منطقة حضرية بنفس الإقليم، لينتقل بعد ذلك وبنفس الصفة إلى عمالة وجدة أنقاد سنة 2006، ثم إلى عمالة مراكش سنة 2011. وبتاريخ 31 يناير 2014 رقي السيد بوعبيد القراب إلى منصب كاتب عام لإقليم العيون، وهي المهام التي ظل يزاولها إلى أن حظي بثقة الغالية لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي عينه بتاريخ 20 غشت 2018 عاملا على إقليم شيشاوة. والسيد بوعبيد القراب متزوج وله 3 أبناء.
السيد هشام السماحي عامل إقليم قلعة سراغنة. ولد السيد هشام السماحي بتاريخ 19 من دجنبر سنة 1967 بمدينة سلا، وهو الحاصل على دبلوم مهندس من مدرسة المعادن بباريس وشهادة المتريز في الكهرباء بفرنسا، إضافة إلى دبلوم السلك الثالث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، كما أنه خريج السلك مفتشي الإدارة الترابية بالمعادن الملكي للإدارة الترابية. استهل السيد هشام سماحي مساره الإداري كمكلف بمهمة بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية بين سنتي 1994 و1996، قبل أن يعين سنة 2003 في منصب رئيس قسم الدراسات والأشغال المعلوماتية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، ثم مدير لتنسيق الشؤون الاقتصادية بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية سنة 2005. وقد حظي السيد هشام السماحي بثقة الغالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعينه عاملا مديرا للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه جلالته مجددا عاملا على عمالة مقاطعات مولاي رشيد بتاريخ 10 مايو 2012، فعاملا على إقليم قلعة السراغنة ابتداء من تاريخ 20 غشت 2018. والسيد هشام السماحي متزوج وأب لابنين. السيد صالح داحة عامل إقليم تاونات. ولد السيد صالح داحة سنة 1969 بإقليم العيون، وهو حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد الدولي ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التجارة الدولية من جامعة باريس واحد بانتيون سوربون بفرنسا. تقلد السيد صالح داحة عدة مناصب في القطاع الخاص، منها مدير إداري لشركة كرامبيس ومدير عام لشركة سونيج ريسو، ثم مستشار في التجارة الدولية لشركة بي أش كونسولتين باريس ما بين 2004 و2006. كما سبق للسيد صالح داحة أن عين مديرا للتعاون الدولي والشؤون الاقتصادية بوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية سنة 2010. وقد حظي السيد صالح داحة بثقة الغالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعينه جلالته عاملا على إقليم سيدي إفني بتاريخ 20 يناير 2014، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي مجددا بثقة المولوي الغالية، حيث عينه جلالته عاملا على إقليم تونات بتاريخ 20 غشت 2018. والسيد صالح داحة متزوج وأب لأربعة أبناء. السيد يوسف الخير عامل إقليم أس الزاق. ولد السيد يوسف الخير في فاتح مارس سنة 1966 بالرباط، وهو حاصل على الإجازة في القانون الخاص وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية. بدأ السيد يوسف الخير مساره الإداري سنة 1993 بصفته رئيس دائرة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، رقي بتاريخ 11 يوليو 2005 إلى مهام كاتب عام لإقليم الحوز، ثم انتقل ليزاول نفس المهام بإقليم مديونة سنة 2010، ثم بإقليم أرحامنا سنة 2014، وهي المهام التي ظل يزاولها إلى أن حظي بثقة الغالية لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي عينه بتاريخ 20 غشت 2018 عاملا على إقليم أس الزاق. والسيد يوسف الخير متزوج وأب لأربعة أطفال. السيد محمد علمي ودان عامل إقليم شفشاون. ولد السيد محمد العلمي ودان في 18 مارس 1969 بفاس، وهو حاصل على دبلوم من المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس. بدأ السيد محمد العلمي ودان مساره الإداري سنة 1995 كمهندس بالقطاع الخاص، قبل أن يلتحق بوزارة الفلاحة كرئيس مكتب بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت ليشغل منصب رئيس مصلحة، وهو نفس المنصب الذي تقلده في كل من المديرية الإقليمية بطاطا وتزنيت، قبل أن يعين في منصب المدير الإقليمي للفلاحة بإقليم أزيلا سنة 2009، ثم بإقليم تزني سنة 2010. كما شغل السيد محمد العلمي ودان منصب المدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي المهام التي ظل يزاولها إلى أن حظي بثقة الغالية لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي عينه بتاريخ 20 غشت 2018 عاملا على إقليم شفشاون. والسيد محمد العلمي ودان متزوج وله ثلاثة أبناء. السيد الحسن صدقي عامل إقليم سيدي إفني. ولد السيد الحسن صدقي ببني ملا سنة 1964، وهو حاصل على شهادة الماستر من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية.
بدأ السيد الحسن صدقي مساره الإداري سنة 1994 كقائد بإقليم إفران، ليشغل بعد ذلك منصب قائد أربعاء سهول بعمالة سلا الجديدة سنة 2001، وقد تمت ترقيته وتعيينه بإقليم وادي الذهب الذي تولى فيه مهام رئيس دائرة ملحق بالكتابة العامة سنة 2003، ثم مهام رئيس دائرة مكلف بباشوية الداخل سنة 2004، قبل أن يتم تعيينه في مهام باشا وارززات سنة 2008. وبتاريخ 27 من مايو 2010 تم ترقيته إلى منصب كاتب عام لإقليم شتوكة أيتباء. وقد حظي السيد الحسن صدقي بثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث عينه جلالته عاملا على إقليم آس الزاق بتاريخ 20 يناير 2014، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن حظي مجددا بثقة الغالية لصاحب الجلالة، حيث عينه عاملا على إقليم سيدي إفني بتاريخ 20 غش 2018. والسيد الحسن صدقي متزوج وأب لأربعة أبناء. وسندرج ضمن النشرة الرئيسية ليوم غد باقي النبذ الخاصة بالعمال الجدد الذين عينهم جلالة الملك اليوم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية التهنئة إلى الرئيس الأوكراني السيد بيترو بورتشينكو بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الذي تمت المصادقة عليه يوم الاثنين الماضي خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يعزز التربية على قيم المواطنة في صفوف الشباب. المشروع الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا. عبد المجيد حلاوي. تنفيذ للتعليمات الملكية السامية تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك. إذكاء روح الوطنية وفتح فرص لاندماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية هي من بين أهم أهداف هذا المشروع. الخدمة العسكرية هي تربية على المواطنة، هي أخلاق، هي تهذيب، هي تقويم للذات، للسلوك، للآخر، للإنسان في علاقته بالآخر. وبالتالي بات من الضروري اليوم أن يتم رد الاعتبار للخدمة العسكرية ليس فقط منظورا إليها من الجانب المتعلق بالتكوين العسكري، ولكن المستوى التربوي. الخدمة العسكرية هي مدرسة، لأن الوالج لهذا المجال هو سيتعلم مجموعة من المعطيات، مجموعة من الأساليب في العيش، مجموعة من الأساليب في التعامل، مجموعة من الأساليب في الاحترام الآخر. مشروع القانون أقر بمبدأ إلزامية الخدمة العسكرية بالنسبة للمواطنات والمواطنين البالغين من العمر من 19 إلى 25 سنة في مدة حددت في 12 شهرا. مشروع القانون حدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء حتى بلوغ سن 40. احنا كنعتبروه ايجابي لانه يساهم في تأطير الشباب، غادي يساهم كذلك في اذكاء الروح الوطنية، وهذا معمول في مجموعة ديال الدول. المجندون غير الموظفين يستفيدون من اجر وتعويضات ومن التغطية الصحية، كما يستفيدون مجانا من اللباس والتموين. اما الموظفون والاعوان العموميون فيوضعون بدورهم تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية، ويحتفظون بحقهم في الترقي والتقاعد في إطارهم الأصلي. كما سبق وأشرنا في بداية هذه النشرة، يحضر معنا السيد محمد زين العابدين الحسيني باحث في تاريخ المغرب. أستاذ مرحبا بك مرة أخرى. شكرا، أشكركم على هذه الاستضافة. إذن في بداية هذا الأسبوع وتزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد وعيد الأضحى المبارك، وهي مناسبات تحمل عدة دلالات ومعاني عميقة، صدق المجلس الوزاري على مشروع قانون الخدمة العسكرية. أستاذ، هل يمكن أن تعطونا لمحة تاريخية عن الخدمة العسكرية ببلادنا وأبرز الحقب التي تم العمل فيها بهذه الخدمة العسكرية؟ بداية لا بد من الإشارة
إلى أن الخدمة العسكرية كانت موجودة لدى الشعوب منذ القديم. فالإغريق مثلا كانت لديهم هذه الخدمة العسكرية خصوصا في إسبارتا، وكذلك لدى الرومان في مرحلة لاحقة. ثم في المغرب نجد أنه لدى الدول التي تعاقبت على حكم المغرب بدءا بالأدارسة إلى فترة العلويين، نجد أنه كانت القبائل تكون أبناءها وتهيئهم من أجل الدفاع عن القبيلة أو من أجل الدفاع عن الوطن في حال وجود هجوم خارجي. وفي هذا الإطار سنجد على أنه بالنسبة للمغرب في هذه المرحلة كذلك سوف يكون هناك جيش نظامي موجود لدى المغاربة إضافة إلى جيش القبائل أحيانا وهم كمتطوعين. إذن فكان بالضرورة أن يكون تهيئ هؤلاء المتطوعين للقيام بالمواجهة بشكل مناسب، أي دون حدوث خلل فيما يخص المواجهة مع العدو، خصوصا أن المغرب كان قد تعرض في مراحل تاريخه بصفة دائمة إلى هجومات أجنبية سواء في المناطق الشمالية أو في الغرب أو في الجنوب. إذن بالعودة إلى العمل بالخدمة العسكرية للبالغين من سن 19 إلى سن 25 سنة وفق شروط وإجراءات، ما الهدف من ذلك أستاذ؟ لا بد من الإشارة هنا إلى القانون أو المرسوم الذي هو تحت رقم 66-137 أي الذي صدر سنة 1966، أنه كان ينص على أن الذين وصلوا إلى سن 18 يدخلون إلى الخدمة العسكرية وإلى سن 30. كذلك كانت المدة 18 شهرا. أما الآن فالملاحظ أن السن أصبح من 19 إلى 25 وتخفيض المدة، ونلاحظ كذلك تخفيض المدة إلى 12 شهرا. إذن هذا يدل على أن هناك تحولا في هذا المجال خاصة بالنسبة لهذا المرسوم الذي سيعرض فيما بعد على البرلمان قصد مناقشته وقصد إبداء الرأي فيه، علما أن كل قانون لا بد له من مؤيدين أو معارضين أو شيء من هذا القبيل، لذلك لا بد من المرور عبر البرلمان من أجل مناقشته والبتي فيه. نعم. إذن أستاذ، المغرب تحت قيادة جلالة الملك ورش مفتوح للبناء والتنمية والشباب مدعو للمساهمة والإسهام والانخراط في هذا الورش الكبير، إلى أي حد يسهم هذا المشروع في تيسير الإدماج للشباب في الحياة المهنية وكذلك الاجتماعية؟ إذا رجعنا إلى المرسوم الذي كان سنة 1966 نجده ينص على ثلاثة عناصر أساسية. أولها تكوين المواطن من أجل الدفاع عن حوزات الوطن، خصوصا أن الدستور المغربي في الفصل 38 ينص على ذلك. والعنصر الثاني هو تأهيل المواطن للقيام بتكوين مهني وفني وتقني، وهذا يساعده على الاندماج في المجتمع. أما العنصر الثالث والأخير هو التشبع بالعديد من القيم الوطنية، خصوصا وأن هذه المؤسسة هي مؤسسة للتكوين في هذه المرحلة. وبالتالي فإنه بالنسبة لهذا المرسوم الحالي سوف يمر في المناقشة في النسبة للبرلمان، وذلك من أجل المصادقة عليه وحل المشاكل التي يمكن أن تظهر في هذا المجال. نعم سيد محمد زين العابدين الحسيني الباحث في تاريخ المغرب، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. بدوري أشكركم على هذه الدعوة الكريمة. في موضوع آخر، وبعد قضاء عطلة عيد الأضحى رفقة الأهل والأحباب تتواصل عملية عودة المسافرين إلى مدنهم، حيث يختار العديد من السائقين الطريق السيار لعدة اعتبارات، والنموذج من محطة الأداء بوزنيقة في روبورتاج سيام بوخليفي والعربي النهيري. الساعة تشير إلى الخامسة مساء، حركة السير تبدو عادية بمحطة الأداء بوزنقة بطريق السيارة الرابط بين الرباط ودار البيضاء دون ازدحام يذكر. عملية الأداء وحركة السير تمر في أحسن الظروف. قدرنا بوزنقة مراكش، وإحنا من أصلا من زاوية الشيخ، كنا في زاوية الشيخ مدينة بني ملال. الطريق زرنا مزيانة الحمد لله، كل شيء مزيان، لوتورات مزيانة، يعني الطريق ماشي ما كاينش بلوكاج. دوزنا العطلة في بين مراكش وأكادير، الطريق كانت مزيانة يعني ما كاينش لو مطياج. رجعنا اليوم الجمعة باش يكون شوية ديال الطريق مسرحة، إذا رجعنا لحد إن شاء الله يكون شوية ديال المطياج.
بعد قضاء عطلة العيد رفقة الأهل والأحباب، لكل عائلة موعد العودة إلى المنزل، وتحديد التوقيت المناسب له دور هام في تفادي الاكتظاظ بمحطات الأداء خلال أوقات الذروة. الأمور كانت مزيانة، الطريق شوية با مع الخاوية، ما كاينش استحام بزاف، ما كاينش داك الضغط اللي كيكون ديما بارابور الوقيته ديال العطل وديال الناس كلها خارجة كونجيات وداك الشيء. الحمد لله الأمور غادي كلشي بسلاسة، كلشي غادي في أمان الله إن شاء الله. من مختلف الوجهات انطلقت رحلتهم قبل الوصول إلى محطة الأداء بوزنيقة، وتبقى السلامة على الطرقات أهم عامل خلال فترة العودة. بدورها تشهد المحطات الطرقية إقبالا كبيرا مع انقضاء عطلة العيد والنموذج من الرشيدية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لتيسير عملية عودة المسافرين وتجنب الاكتظاظ. زينة إتلامين وأمين العموري. أزفت ساعة العودة، كحال كل العطل تنصرم الأيام سريعة. المحطة الطرقية بالرشيدية صباحا لا يبدو على ملامح اكتظاظ العودة، فلا ازدحام ولا تهافت على شبابيك التذاكر، يبدو الأمر ككل الأيام العادية. جينا في الكار بخير وعلى خير، ودابا إن شاء الله راه راجعين في الكار بخير وعلى خير، ونزلوا المحطة راه تما تبارك الله عليهم، والنقل الحمد لله وشكرا لله. الحمد لله اليوم غادي لمراكش، جينا المحطة ديال الرشيدية، الحمد لله كل شيء مزيان، ما كان الاكتظاظ لا والو، الثمن مناسب. تتوزع شبابيك حسب وجهات المملكة، بعض الزبائن يفضلون الحجز قبل موعد السفر تحسبا لكل مفاجأة. تريزيرفيو على مدة يومين، والحالة الجو مزيان دابا، كي راه موجودين ترونسبور الثمن عادي. حنا لو بهاد الاستعداد لهاد اليومين ولا ثلاث ايام ديال الزيار السبت والحد، ولا يكون شويه فيه شويه الزيار، ولكن ان شاء الله الامور تدوز بخير وعلى خير. تحرص المحطة على اتخاذ التدابير الخاصة في ايام العطل والاعياد. فهاد عيد الاضحى في هاد المناسبات سنكون داخل محطة طرقية بتنسيق مع مفتش ومع رئيس مصلحة ومع مراقبة الطرق، وكنوجدوا الحافلات اللي هما كيفكوا الاكتظاظ. بالنسبة لبيع التذاكر، فالتذاكر تحجز داخل الشبابيك وليس خارج المحطة الطرقية بطريفة محددة. على امتداد ساعات النهار تبدأ أعداد المسافرين في التزايد، البعض يفضل السفر ليلا تفاديا لحر النهار. يتوقع مسؤول المحطة أن ترتفع أعداد المسافرين خلال نهاية الأسبوع. في أخبار حوادث السير، لقي 6 أشخاص مصرعهم اليوم على الطريق الرابطة بين برشيد والدروة. الضحايا 6 كانوا على متن سيارة خفيفة قامت بتجاوز غير قانوني على مستوى دوار ولاد محمد لتصطدم بقوة بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس. وفي حصيلة لحوادث السير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 غشت الجاري، لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب 1926 آخرون، إصابة 76 منهم بليغة في 1432 حادثة سير. الطقس الحار ببلادنا متواصل إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل. مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و44 درجة بكل من طاطا أو سرد وادي الذهب أسزاج وسمارة، كما ستتراوح درجات الحرارة يوم الأحد المقبل ما بين 40 و44 درجة بكل من قلعة سراغنة الفقيه بن صالح الرحامنة مراكش سطات خريبكا سيدي سليمان سيدي قاسم الخميسات فاس مكناس تونات ملاعقوب اليوسفية تارودان تخنيفرة وبن سليمان. ويوم الاثنين المقبل ستتراوح درجات الحرارة
ما بين 39 و43 درجة بكل من قلعة سراغنا، الفقيه بن صالح، خريبقة، مكناس، فاسفرو، تونات، مولا يعقوب، خنيفرة، تازة، تورير، تقرسيف، بولمان، وجدة، أنقات. ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يختار العديدون المناطق الجبلية بحثا عن المناظر الخلابة والمياه المنعشة. محطة عين فيتال بإقليم إفرال واحدة من هذه الوجهات التي تستقطب عشاق الطبيعة. عبد المجيد حلاوي وأحمد الفاضلي. بعد العيد عاود عشاق الطبيعة لقاءهم بالعيون والأشجار. فوق الجبل يبرز منتجع فيتال بالأطلس المتوسط مستقطبا للزوار من الداخل والخارج، قصدوا المكان مستكملين فرحة العيد وهجته. مرحبا بكم وعيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية وعلى سيدنا. جينا من مدينة أكادير، الحال سخون تما شوية، وفكرنا باش نجيو للمكناس نعيدوا مع العائلة ونديروا صلة الرحيم، وبيسك الجو شوية سخون فكرنا باش نجيو للمنطقة الجبلية بحال مدينة إفران، وعجبنا الحال بزاف والأجواء كانت زوينة صراحة، وتمنينا إن شاء الله باش نعودوها مرة أخرى إن شاء الله. أنا مقيم في الدوحة بقطر، الحمد لله أنا جيت للمغرب باش نقضي يعني العيد، عيد الأضحى مع الأهل، وصدفت أنني جيت مدينة إفران عروسة الأطلس اللي كتعتبر مدينة حديقة اللي عندها تاريخ وما شاء الله يعني على المستوى الإيكولوجي فهي معلمة لسبا المغرب، فهي تعتبر سويسرا العرب. احنا جينا من السويد لمدينة مكناس مع العائلة ندوزوا معهم العيد، واليوم ثاني عيد قررنا نجيو لإفران ندوزوا فيها النهار كامل حيث إفران زوينة ومدينة طبيعية سياحية باردة. المكان ينثر على الأرواح الطمأنينة والساكينة، الجو منعش للعقول والأفئدة، هو منتجع استثنائي يهرع إليه الناس من كل صوب وحد. احنا جينا من فرنسا من الليل، جينا ندوز هنايا عيد الأضحى مع العائلة وهذه، والحمد لله هنا الأجواء زعما مزيانة خيرة. فكرنا ندوزو هاد النهار هنايا في منطقة إفران بحيث هاد الشيء تبارك الله غزال على ما يرام في أحسن حال، تبارك الله هنا العائلات جايين جميع أنحاء المغرب، وكاين واحد الانسجام تام مع الوليدات مع داك الشيء الطياب والشيء ديال العيد، أجواء زوينة. يقضي الناس هنا أوقاتا ممتعة، الكثير من الزوار ومن شدة الإعجاب عبروا عن تطلعهم إلى العودة مرة أخرى إلى هذا المكان الجذاب. في بيان توضيحي على إثر ما نشرته بعض مواقع الأخبار حول ظروف الحجاج المغاربة بالمشاعر المقدسة، أبرزت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه إلى حد الوقت الحالي لم يتم التبليغ عن أي حاج مغربي تائه، مشددة على أن مجموع الحجاج أدوا مناسكهم إما كاملة أو على وشك القيام بآخرها، وهو طواف الإفاضة بعد رجوع أكثر من نصف عددهم من منى إلى مكة. وعبرت الوزارة عن الأسف لأن بعض المواد المنشورة بخصوص ظروف الحجاج المغاربة تعد من أكاذيب السنوات الماضية، ومن الدلائل على ذلك ظهور أرقام بعض المكاتب 75 و80 في بعض المقاطع المصورة، في حين أن مكاتب البعثة هذه السنة هي من 105 إلى 112. أما بخصوص الوقائع التي ترجع لهذا الموسم يضيف البيان فتتعلق بتأخر الحافلات عند نزول الحجاج من عرفة. في ثالث أيام التشريق يختتم الحجاج غير المتعجلون اليوم مناسكهم في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث، ليقيموا بعد ذلك بطواف الوداع والبدء بمغادرة مكة المكرمة نحو بلدانهم. وودع المتعجلون منهم الديار المقدسة أمس بعد أن تمكنوا من أداء نسك رمي الجمرات. الولايات المتحدة والصين يختتمان أمس محادثات استمرت يومين بشأن التجارة، ناقشتا خلالها كيفية تحقيق الإنصاف والتوازن والمعاملة بالمثل في العلاقة الاقتصادية بما في ذلك معالجة قضايا هيكلية في الصين. فرح سعف. فصل آخر من فصول الحرب التجارية بين واشنطن وبكين انطلق مع بدء تطبيق رسوم جمركية عقابية بنسبة 25% على سلع تبلغ قيمتها 16 مليار دولار من كل دولة على الأخرى.
ويفرض أكبر اقتصادين في العالم حاليا رسوما جمركية على منتجات تقدر قيمتها الإجمالية بمئة مليار دولار منذ أوائل الشهر الماضي، ويجهزان للمزيد مما يعزز التهديدات للنمو الاقتصادي العالمي. هذا التصعيد الجديد يأتي في وقت اختتمت فيه المحادثات التجارية متوسطة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وصينيين أمس دون أي مؤشر على إحراز تقدم كبير. الصين أكدت أنها ستواصل الرد على واشنطن، لكن ضرباتها المضادة ستظل محدودة قدر الإمكان لتجنب الإضرار بشركات سواء الوطنية أو الأجنبية. وفي هذا الصدد قالت الحكومة الصينية إنها ستزيد من إنفاقها لدعم العمال والعاطلين عن العمل الذين تضرروا من هذا النزاع التجاري. في غضون ذلك هددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على جميع السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها حوالي 500 مليار دولار سنويا، ما لم توافق بكين على إجراء تغييرات كبيرة في سياساتها بشأن الملكية الفكرية وبرامج الدعم الصناعي، وما لم تشتري المزيد من السلع الأمريكية. في أخبار الكوارث الطبيعية، أفاد مركز رصد الأعاصير في وسط المحيط الهادي بأن الإعصار لين الذي ضرب هاواي برياح عاتية وأمطار غزيرة قد تراجعت حدته إلى عاصفة من الفئة الثالثة. تسبب إعصار سيمارون الذي ضرب قسما كبيرا من اليابان ليلة الخميس الجمعة في اضطراب حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي، لكن من دون وقوع ضحايا. الإعصار كان مصحوبا برياح تجاوزت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة. وبألمانيا أجبر حريق كبير للغابات جنوب غرب برلين مئات الأشخاص على مغادرة منازلهم، حيث التهمت النيران أكثر من 400 هكتار من الأشجار، فيما لا زال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق. وزير الخزانة الأسترالي سكوت موريسون يصبح رئيسا جديدا للوزراء في أستراليا بعد أن فاز اليوم في منافسة ثلاثية على زعامة حزب الأحرار الحاكم، كما تعهد بتغيير في الأجيال داخل الحزب في مسعى لإنهاء معركة داخلية أضرت بحكومة المحافظين. وفي الخبر الوطني، غدا تنطلق منافسات البطولة الوطنية الاحترافية في كرة القدم بإجراء الدورة الأولى بمواجهتين، الرجاء البيضاوي أمام شباب الريف الحسيمي، فيما تستضيف نهضة بركان فريق مولودية وجدة. ابتسام مدريس. مولودية وجدة العائد إلى قسم الكبار يقص شريط بداية البطولة الاحترافية في كرة القدم بدرب الشرق يجمعه بمضيفه نهضة بركان. بخصوص سوق الانتقالات، تعاقدات بسيطة وقع عليها الفريق الذي احتفظ بغالبية الأسماء التي حققت الصعود. عزيز كركاش ابن الدار بقي مدربا لسندباد الشرق بعد أن أخذ بيده نحو قسم الصفوة. منافس الوجديين في الدورة الأولى فريق نهضة بركان وتحت قيادة المدرب منير الجعواني. خمس دورات رفقة الكبار، ونهضة بركان يبحث عن بيئة عمل صحية للمنافسة والاقتراب من عرش الزعامة. بات مرتاحا ماديا بعد صفقة أيوب الكعبي مع الصين، وفي سوق الانتقالات فضل سياسة التقشف واعتمد على التركيبة البشرية نفسها التي باتت تعرف بعضها جيدا، لكن خروج الكعبي أجبر مسؤولي الفريق على التعاقد مع هداف، فوقعوا للبوركينابي لاعب الوسط ألان تراوري ثم المهاجم المزنبقي عمر شليتو. مباراة نهضة بركان ومولودية وجدة، من يتسيد المنطقة الشرقية؟ مباراة ثانية تجرى يوم غد لا تخلو من الإثارة والتشويق، شباب ريف الحسيمي في ضيافة الرجاء البيضاوي. الأخير تنتظره تحديات كبيرة لمصالحة جماهيره بلقب غاب الحديث عنه خلال الدورة الأخيرة، وتخبطه في أزمات إدارية ومادية بات في حاجة معها إلى رجال يختلفون في مذهبهم لكن لا يختلفون عليه. لن يكون طريق الرجاء معبدا بالورود، والتخلص من الطاقة السلبية رهين بإعادة بناء الثقة بين الرجاء وجماهيره. فرهان البطولة وكأس العرش وكأس الكاف وكأس العرب بات بحاجة إلى تدبير عقلاني للمرحلة المقبلة.
أما بخصوص شباب الريف الحسيمي فالأمور ليست على أفضل حال، أزمته الإدارية والمالية ما زالت تثقل كاهل الفريق والموسم لم ينطلق بعد. وعلى العموم فهما مواجهتان افتتاحيتان لن نرفع معهما سقف التكهنات ولن تكون مقياسا للحكم على مدى جاهزية الفرق. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يعين ولاة وعمالا جدد بالإدارتين الترابية والمركزية لوزارة الداخلية والعامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء. جلالة الملك يستقبل بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية يعزز التربية على المواطنة في صفوف الشباب من أجل إذكاء روح الوطنية في إطار التلازم بين الحقوق والواجب. بعد قضاء عطلة عيد الأضحى عودة المسافرين عبر مختلف المحاور الطرقية وتنظيم التنقلات على الطريق السيار يجنب الازدحام بمحطات الأداء. سعداء بالتواصل معكم وألقاكم غدا بإذن الله.